انا الاخوان هدرا اونفا بارك يلا دا الافتتاح هاد الدوجو غدا زوين بزاف هنا صراحه لونتري غراتوي كاين فين يلعبوا الدراري صغار ترونكيل ما تخاف لهم حتى شي حاجه ما كيدخل حتى شي حاجه ما تقدرش اديهم الحمد لله زوينه بزاف هنا يعني صراحه كتشوف لي زونفون هاي في دارو انت كاين اسباس فيغ كلشي زوين تبارك الله والله الا رائع رائع نتمنى كلشي من نازل كازاي يجيو يزورو هاد الحديقه كبير بزاف هادشي راه يلا لونطري مزال نصور لكم كلشي ان شاء الله هانتوما الاخوان هي كاين شي ماتيريال ديال سبور باقي كنقول لكم حنا راه باقيين في كازا حنا ما مشينا لتا شي بلاصة الصراحة هنايا ما كتشوف هادشي تقول محال شوف في المغرب ولكن هاد اونفا بارك حاجة زوينة ان شاء الله يبقى بحال ما هكا ويستافدوا منه الناس كاملين ديال كازا ان شاء الله كنعرفوا راه لي سباس فيغ راه تقريبا مقارضه هنايا في كازا ولكن هذا راه متنفس زوين الناس ديال كازا حساني اونفا دولفا ميم الناس ديال المعارف يقدروا يوصلوا هنايا قريب زوين بزاف انا كنصور لكم من البلاصه للبلاصه اي بلاصه اي حاجه زوينه بانت ليا كنصورها لكم الاطراف خوت هادشي تبارك الله باقي ما باقي كتكتشف كل مره كتكتشف حاجه جديده فيه وحاجه زوينه فيه صراحه بلاصه زوينه بزاف ما عندكم كل شيء كاين اللي بغى يشرب شي حاجه ولا ياكل شي حاجه شي صراحه زوينه وكبير تبارك الله كاين فين يتحرك هذا الدراري الصغار فين يلعبوا زعما شي حاجه زوينه صراحة الإخوان هاد أونفا بارك خص كلشي يزورو إن شاء الله حيت شي حاجة زوينة بزاف عجبتني بزاف الصراحة بليت تسعي في كازا باش تلقى شي بلاصة اللي تطلق فيها لي زونفو يلعبو ترونكيل بلا ما تخاف عليهم حتى شي حاجة مي دابا الحمد لله زوين و غراتوي لونطخي سي غراتوي يعني ترونكيل كيف شفتو في الفيديو اللي هذا كاين اللي بغيتي اللي بغى يشرب شي حاجه ولا ياكل شي حاجه كاين ترونكيل كاين باركينغ يعني بروجي زوين تبارك الله وفي صالح المواطن اللي غادي ينفع الناس صراحه ما كاين شي بلاصه اللي كاين فيها لي زونطو نمشيو نشوفو حتى هي هاد البلاصة الناس اللي كيديرو لي غولوغ ولا لابلونش ولا شي حاجة هاهي ديالهم تبارك الله زوينة بزاف صراحة بلاصة زوينة بزاف سيكيريزي كيف قلنا على الزوار ديالهم وعلى الدراري صغار يعني ما تخاف حتى شي حاجة ترونكيل وكبير تبارك الله راه كيبان واسع الدراري صغار ديما اونفا بارك
Hop là.